انطلقت فعاليات مهرجان التمور الدولي والذي يقام بمحافظة الوادي الجديد بمشاركة محلية وعربية ودولية بالتزامن مع الانتهاء من حصاد التمور. للمزيد ينضم إلينا مباشرة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، هل تضعنا في أجواء هذا الاحتفال الكبير بحصاد التمور ومهرجان التمور الدولي؟ برحب بك وبكل متابعينا. بالفعل مع انطلاق فعاليات الملتقى الأول والأكبر التسويقي للتمور بمركز الخارجة بالوادي الجديد، هذا الملتقى الذي ينطلق اليوم 16 من أكتوبر وينتهي يوم 18 من نفس الشهر. هذا الملتقى أيضا يشارك به أكثر من 91 عارض وعارضة يمثلون جميع المحافظات المصرية، وأيضا هناك مشاركة عربية بأكثر من 75 قاعة عرض لجميع منتجات التمور في هذا التوقيت بالأخص وعلى هذه الأرض. أيضا هذا المعرض أو الملتقى يشهد عدد من الندوات العلمية التي يعني تناقش كيفية دخول العامل التكنولوجي في صناعة التمور وجودة هذه الصناعة، وأيضا التنوع في الصناعات الخاصة بالتمور بمختلف الفئات. أيضا يشهد هذا الملتقى عدد من الورش التي تعلم أيضا الأجيال الجديدة وأيضا تخدم هذه الصناعة بجوانب كثيرة ومختلفة، وأيضا هناك مشاركة كبيرة جدا للحرفيين وأيضا وللمنتجات اليدوية سواء المنسوجات أو أيضا النحت على النخيل أو كمان الفخار وغير ذلك من الحرف والمنتجات التي تعكس هذه البيئة هنا بمحافظة الوادي الجديد. هذا أيضا المعرض والملتقى يشهد مسابقة لاختيار أفضل فئات خاصة بمنتجات التمور لتشجيع المستثمرين، وأيضا هناك مشاركة كبيرة جدا لعدد كبير من شركات التمور. أيضا يعني يتزامن هذا المعرض مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي انطلق خلال هذا الشهر، وهذا العيد يواكب أيضا على مر التاريخ بانطلاق أول قافلة تنمية لمحافظة الوادي الجديد والتي تأتي بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر منذ عام 1958 بأن يكون هناك وادي موازي لوادي النيل. هذا الوادي يعتمد على مياه الأبار بعيدا عن وادي النيل ويخفف التكدس سواء السكاني أو الاعتماد على مياه النيل بوجود أول قافلة تنموية هنا. وعندما أتى عام 1961 كان التقسيم الإداري لمصر بوجود محافظة الوادي الجديد بمركزين هي الدخلة والخارجة التي تتواجد بها الآن، ثم يأتي عام 1992 ويكون هناك مركز ثالث وهو الفرافرة، وبعدها تأتي المراكز حتى يصبح لدينا خمسة مراكز هنا بمحافظة الوادي الجديد التي تشهد بالفعل احتفالات بالعيد القومي في الثالث الذي بدأ في الثالث من أكتوبر. نعم. ويستمر حتى نهاية الشهر بافتتاحات ومشروعات كبيرة. هناك مبادرات عن زرع النخيل ووقف النخيل لكافة الأسر هنا، وهناك أيضا مبادرات خاصة بقرى التوطين والتي تتعلق بقرى بشائر الخير والتي بها مساكن للشباب وأيضا تنمية للأرض الزراعية والأفدنة. وهناك أيضا المجمع الحكومي الذي يطلق عليه هنا العاصمة الإدارية الخاصة بالوادي الجديد. عودة إليكم مرة أخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من الوادي الجديد.